مركز المناطرة الدوائية مستشفى بغداد التعليمي دائرة مدينة الطب. نظراً للحاجة الماسة لقياس تراكيز الأدوية ضيقة الطيف العلاجي في الدم وتنظيم جرعة الدواء بالشكل المضبوط وصولاً إلى التركيز العلاجي الصحيح لعلاج المريض وتقليل الأعراض الجانبية والسمية لبعض الجرعات الدوائية والتي قد تؤدي إلى هدر الدواء وفشل علاج المريض وزيادة فترة رقوده بالمستشفى وبالتالي زيادة الكلفة الاقتصادية لكل مريض وتكليف المؤسسة الصحية المبالغ العالية التي بالإمكان ترشيدها واستغلالها لسد الاحتياجات الدوائية الأخرى والعمل ضمن سياسة الاستخدام الأمثل للدواء بالإضافة إلى حاجة للمؤسسات الصحية لوضع بروتوكولات علاجية صحيحة يتم اتباعها في علاج المرضى. فقد تم الإعاز من قبل وزارة الصحة بضرورة اعتماد مبدأ المناطرة الدوائية في تحديد الجرعة الدوائية وخاصة للأدوية ضيقة الطيف العلاجي، حيث تم اختيار دائرة مدينة الطب لكونها المؤسسة الصحية الرائدة والأولى التي اهتمت بهذا المجال، وتم فتح أول مركز للمناطرة الدوائية في العراق، وتم رفضه آنذاك بجهاز الفايدس وبدء العمل به في البداية لقياس تركيز دواء الديجوكسين. ثم عملت دائرة مدينة الطب والمتمثلة بالسيد المدير العام الأستاذ الدكتور حسن التميمي المحترم على الارتقاء بالعملية العلاجية نحو الأفضل وتطوير المركز كونه الفريد من نوعه داخل القطر، وليغطي جانبا أكبر من الأدوية ضيقة الطيف العلاجي وسدا لاحتياجات عدد أكبر من المرضى. قامت دائرة مدينة الطب وبإشراف مباشر من إدارة مستشفى بغداد التعليمي المتمثلة بالأستاذ الدكتور علي عباس المحترم برفض المركز بأجهزة حديثة لتضاهي الأجهزة المتطورة في المراكز العالمية مثل جهاز أكزم وجهاز I2000 التابعين لشركة أبوت وجهاز دايمنشن التابع لشركة سيمنز. وحرصت إدارة مدينة الطب على تطوير مهمة المركز لتشمل إجراء الدراسات البحثية التي هدفت إلى وضع البروتوكولات العلمية التي ترتقي بالعملية العلاجية في كافة الردهات، حيث شملت أبحاث على كثير من الأدوية ضيقة الطيف العلاجي مثل السايكلوسبورين، الفانكومايسين، والميثوتريكزيت لردهة أمراض الدم وردهات زرع الكلى، والديباكين والكاربامازيبين في ردهات أمراض الجهاز العصبي، والثيوفيلين في ردهات الجهاز التنفسي، حيث كانت جزءا من متطلبات نيل شهادة الماجستير والدكتوراه وشهادة بورد الصيدلة السريرية. وكان للصيدل السريري الدور الرئيس والفعال سواء أثناء العمل داخل المركز أو خارجه في ردهات المستشفى، حيث يقوم الصيدلي الذي يعمل داخل مركز المناطرة الدوائية بتنظيم مواعيد أخذ جميع الأدوية لمنع أي تداخل دوائي، وكذلك تنظيم الوقت الصحيح لسحب العينة للتحليل وكيفية التعامل معها وتحليلها ومتابعة حركية الدواء داخل الجسم وفق القوانين الدوائية الخاصة بكل علاج وبما يتلائم مع حالة المريض، وخاصة مرضى زرع الكلى والكبد وزرع نخاع العظم ومرضى الغسل الكلوي ومدى تأثير هذه العملية على أدوية المريض وتركيزها في الجسم. وبعدها يقوم بتوثيق كل المعلومات الخاصة بالمريض ونتائج تحاليله ضمن استمارات خاصة وأرشفتها في الملف الخاص بكل مريض. أما داخل الردهات، يقوم الصيدلي السريري التابع لمركز المناطرة الدوائية بمتابعة حالة المريض وحساب الجرعة الدوائية والتأكد من ملائمتها للمريض بما يتناسب مع وظائف الكلى والكبد، ويقوم بإعطاء الإرشادات الدوائية والتوصيات لتغيير الجرعة العلاجية بالاعتماد على نتائج التحاليل الخاصة بكل مريض وبالتواصل مع الفريق الطبي المشرف
على علاج المريض. كما يقوم الصيدلي التابع للمركز بالتواصل مع الكوادر التمريضية لتوضيح الطريقة المثلى لإعطاء العلاج ضمن الجرع والأوقات الصحيحة ومدى توافق الأدوية مع المذيبات المستخدمة عند حلها وإعدادها للزرق، والانتباه لأي تغييرات فيزيائية قد تطرأ على العلاج نتيجة عدم توافقه مع السوائل المذيبة له. وكان لاختصاص بورد الصيدلة السريرية الدور المهم والفعال في الإشراف على مركز المناطرة الدوائية مع لجنة من الأطباء الاختصاص وتدريب الخريجين الجدد من الصيادلة خلال فترة الإقامة وتطوير مهاراتهم العلمية بالاعتماد على المصادر العلمية الرصينة وإعطاء المحاضرات للصيادلة وطلبة كليات الصيدلة والمشاركة في المؤتمرات وتقديم أحدث الدراسات التي أجراها المركز للارتقاء بالعملية العلاجية وصولا إلى الهدف الرئيس، وهو تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمريض وبدون هدر أو سوء استعمال للدواء وبأقل أعراض جانبية، وذلك ضمن الجرعة الدوائية المضبوطة والوقت الصحيح لإعطاء العلاج. Monitoring and adjusting dosage regimen on the basis of pharmacological responses, biological fluid, and tissue drug concentration is my responsibility. TDM Center, Baghdad Teaching Hospital. Evaluation of unusual patient responses to drug therapy and monitoring the side and toxic effects is my job. TDM Center, Baghdad Teaching Hospital. Developing and documenting quality assurance program improve patient outcome and economic benefit resulting from clinical pharmacokinetic monitoring. Is my job, TDM Center, Baghdad Teaching Hospital. Educating pharmacists, physicians, nurses, and other clinical practitioners about the appropriate indication of clinical pharmacokinetic monitoring, including cost-effective use of drug concentration measurement, is my responsibility, TDM Center, Baghdad Teaching Hospital. Designing scientific therapeutic protocols for the treatment of patients based on pharmacokinetic and pharmacologic characteristics is my job, TDM Center, Baghdad Teaching Hospital. The advices and the recommendations about the medication to reach the maximum therapeutic level with the lowest side effect is our target, TDM Center, Baghdad Teaching Hospital.